عقدت وزارة الشباب لقاء حواري شبابي يحمل عنوان المخدرات والعنف والجريمة السبت في العاصمة عمان. وزير الشباب مكرم القيسي الذي بدأ حواره بسؤاله لماذا نحن هنا، أكد على أن الشباب هم الأساس للنجاح بكافة المجتمعات، وأن المخدرات تشكل خطرا جسيما على سلامة البشرية والمجتمعات كافة. بدنا نحكي بمنتهى الشفافية والصراحة، عندنا مشكلة، صحيح عندنا مشكلة، لكن لا تستطيع أن تنهي المشكلة لأنك تتجاوز عنها أو أنك تتجاهلها، بدك تحكي في المشكلة. الموجودين الخبراء الرئيسيين على مستوى المملكة بدهم يسمعوا منك. اسمحوا لي أنه أحكي فقط عن برنامج الحوار وأتحدث عن موضوع تنظيمي بسيط لقيادة هذا الحوار بشكل يعني تستحقونه أنتم بصفتكم شبابنا وشاباتنا القادمين من كافة أصقاع المملكة من المحافظات. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل بيّن أن الشريعة نزلت للعقلاء، مستهلاً بالحوادث التاريخية المتعلقة بتحريم المخدرات. لا مجال لإثبات الآن الحديث حول تحريم هذه الآفة من عنوان اللقاء الحواري المخدرات والعنف والجريمة، فهذا لا يحتاج إلى إثبات أو إلى حديث، فكأنني كما يقولون جاي أبيع المي بحارة السقايين، لكن أنا جئت أستمع إليكم وأريد فقط أن أذكر نقطتين. النقطة الأولى، قرأت في كتاب ابن كثير، ابن كثير تعرفون له أكثر من كتاب، لكن أشهر كتاب عند ابن كثير عند أبنائنا في المجتمع بيعرفوا التفسير، تفسير ابن كثير، أليس كذلك؟ بل الكتاب الثاني التاريخ، ولم تأكد لما قرأنا في المدارس كنا نقرأ أنه هذا من كتاب تاريخ ابن كثير. أما وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف بيّنت دور الوزارة والأسرة والعائلة الممتدة والمجتمع ككل في الحد من آفة المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية على المجتمع. كيف نقدر إحنا نعزز من دعمنا للأسرة الأردنية عدا الشعارات؟ بلشنا بمبادئ. في إحنا بنعمل عادة لستين ألف أسرة إشي اسمه توعية والدية، طلعنا على المنهاج لقيناه تقليدي، بمعنى إنه بزبط لأهلي كيف ربوني بس مش للأولاد. فهلأ إحنا عمالنا بنراجع حتى نوعي الأم، يعني الأم والأب، وأنا بحب أذكر أشدد على دور الأب في الأسرة، لأنه شهدنا بعض الضعف في دور الأب من انشغال العمل وإشي صار الأعباء كلها على الأسرة، والأسرة لا تستقيم فقط بالأم، هي الأم والأب والعائلة الممتدة والمجتمع ككل. يعني في مثل أكيد تعرفوه، مثل إفريقي بيقول إنها عادة هو المجتمع، هو إنه باخد مجتمع متكامل لتربية الطفل وليس فقط الأم والأب. فإحنا كوزارة التنمية كتير بهم نطلع على المنظومة الأسرية، نطلع على التفكك الأسري، الأهل إذا شافوا الولد هل هو عماله هاي سن مراهقة؟ هاي هي علامات المراهقة، وبكرة إن شاء الله بتكره تشوفوا أولادكم مراهقين بيجننوكم، ولا هي علامات أشياء تانية؟ مساعد مدير الأمن العام تطرق إلى الدور السلوكي المجتمعي الذي يجب من خلاله تصويب أي سلوك خاطئ بالمجتمع، بالإضافة إلى دور مديرية الأمن العام في هذا الجانب. التنمية الاجتماعية منظومة هامة جدا، وأريد أن أضيف إلى عن الدائرة السلوكية أو التكوين السلوكي، والذي هو يكون بداية لتكوين السلوك الذي نحن بصدد الحديث عنه. ومكونات السلوك ترتكز على ثلاث عوامل رئيسية: دور الأسرة ودور المجتمع ودور المدرسة. هذه الجهات الثلاث هي المعنية بتكوين السلوك وتوجيهه لما يخدم مستقبل المجتمع والمحافظة على ضوابطه، سواء كانت ضوابط اجتماعية أو ضوابط دينية كما أشار فضيلة الدكتور وزير الأوقاف. فنحن أيضا يجب أن نشير إلى الدور الرئيس لوزارة التربية والتعليم من خلال المدارس والإرشاد المدرسي المعني بالدرجة الأولى بضبط بعض الظواهر والانحرافات السلوكية التي قد لا تستطيع الأسرة
بحكم معرفتها وثقافتها أن ترمم بعض السلبيات السلوكية التي تنتقل من الأسرة ومن البيئة مجتمعة إلى المدرسة. ويهدف هذا اللقاء الحواري إلى توعية الشباب بآفة المخدرات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لأي مجتمع. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.